عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى، أخبار حضرتك؟ الحمد لله. الشيخ معلش عندي سؤالين. سل دلوقتي لو كنت أنا راكب مع واحد صاحبي على موتوسيكل يعني، وهو شاب الدين وأنا معاه على الموتوسيكل. نعم. لو كنت راكب مع واحد صاحبي وفي موتوسيكل يعني. إيه. وهو شاب الدين وأنا راكب معاه. هل أنا كده كان المفروض أنزل وأمشي منه يعني، ولا عشان انصحه؟ يعني هل خرجت الكلمة ساعة غضب وتاب منها أو لا؟ لا ما تابش ولا حاجة. خلاص انزل لا تركب معه. كملت. طيب أنا ركبت يعني وكملت معاه. إذا كنت مضطر عفى الله عنك، غير مضطر فانزل من عنده. لو كنت